مفهوم المغامرة عندي بسيطة. شباب الله يخليكم، أطلع الضحكة من قلوب الناس بالكوميديا. مجرد أني أشوف الضحكة على وجوه الناس يراودني شعور قوي مثل الرش، وتزيد عندي الرغبة في الاكتشاف والبحث عن زوايا ثانية أشوف من خلالها الحياة. هم عائلتي وأنا فرد من عائلتهم، يعني صديقهم اللدود. شوارب بدر وهم جمهور الأول، وأحيانا هم أقسى النقاد، بس أنا أشوف أن هذا يعطيني دافع أني أكون في قمة إبداعي. النكتة الحلوة أصلها سخيفة، وأكيد أن ربعي لهم الفضل الكبير من وصولي لهذا المستوى ودفعي لاكتشاف مقاربات جديدة في الحياة. أني أضحك الناس بالنسبة لي مثل رحلة استكشاف محطتها كلها إثارة. صعب وايد، صعب أنك تضحك الناس، انك لازم تخفي دمعتك وهمومك، لكن الهدف يستحق كل هذا الجهد. انا بدر حكمة، شغف الكوميديا والاكتشاف.